يا بنتي انا ساعدتك بليلين، بس الليله الثانيه ما بقدر ساعدك. لازم اعرف ليش اجيتي لعنا وشو السبب وليله حالك. انت بتعرفي انه بالخان ممنوع تنزل الحرمه لحالها. شو ساوي بحالي عمي؟ انا مجبوره اضل عندك هون كم يوم. الله يوفقك ساعه عمي. طيب يا بنتي ليش ما بقدر اعرف شو السبب؟ ما بقدر احكي ليجي بعد بكره. خليني عندك بس لبعد بكره عمي. الله يوفقك. استغفر الله العلي العظيم، والله محتار شو بدي دبرك يا بنتي. عمي بس لبعد بكره، وبعدك اني روح من عندك دغري. الله يستر عليك. ماشي ماشي يا بنتي، لنشوف شو الله بيسر. السلام عليكم. وعليكم السلام، يكتر خيرك عمي. صبحي. بور معلم. فتح لي عينك منيح، أنا واصل مشوار وراجع. لا توصي حريص. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أختي سعاد. مرحبا أخي. ضبي أغراضك على السريع لأنه بدنا نعمل الشيء اللي اتفقنا عليه. رح أغير لك الغرفة، بس بدك تستحمي شوي، هن كم ساعة وبس. أمرك. يلا لا تأخر، يلا رضى عليك. نانو لازم ياخذ هاي البنت كراكون، لازم حبس. طيب وانت شو عرفك انه هي البنت اللي عنا هي بنته اللي هرب من سجن الالعاب؟ شوف هون دفتر شو اسم ابوها، شوفه. اسمه عبد الفتاح. وهذا اسمه عبد الفتاح يلي اجى اسمه لعندي بفرمان من سرايا لاقبض عليه لانه هربان من قلعه. طيب بركي هذا مو ابوها. شلون مو ابوها واسمه عبد الفتاح؟ بركي كان تشابه اسماء يا افندي. تمام، إذا كان طلع تشابه أسماء أنا موافق أبو راشد، بس كمان تشابه لقب. طيب بلكي كان واحد من عيلتها واسمه عبد الفتاح وهربان من سجن القلعة. أبو راشد أنت بده يعلمني شغل حضرتنا؟ نحن بقول هذه هرمة بنت هذا هربان من قلعة ونحن لازم إحضارات فورا. طيب خلينا نقول هي بنته، شو دخلها لحتى تاخذها على الكاريكون يا أفندي؟ ها ها باركي هاي هرمي بيعرف وين ابوها هربان، نحن بروح بقبص بياخذوا على سجن قلعه وبقبص مكافآت كبيرات ابو راشد. ها هلا مشان تاخذ المكافأة بدك تاخذ المخلوعة على الكراكون يا افندي؟ ومشان تقبص على هارب من قلعة. استغفر الله العلي العظيم. عسكر ياسين. نعم سيدي. فورا احضارات هرمي. امرك سيدي. معلم ابو راشد وين الاوضه تبع حرمه؟ تفضل يا ابني. هي تعي الباب يا حرمه. سيدي ما في حدا بالاوضه. ابو راشد انت فين خبيت حرمه؟ انا لا خبيت حرمه ولا شيء. معلمي الحرمة اللي كانت هون يعني حاسبتني من نص ساعة وتركت الخان. ما عليك من راحت هاي هرمة؟ لا سيدي لا، يعني أصلا أنا ما بدخل بالزباين، ما بحب أفتح حديث معه. ماشي. عسكر ياسين. نعم سيدي. فتش خان أوضة أوضة. علم أبو راشد وين أوضة أوضة؟ أوضة أوضة يعني كل الخان، تفضل فتش. لك ياسين. نعم سيدي. هاي أوضة فتش فتش غير أوضة. للتأكيد سيدي للتأكيد. لا لا أنا ما راح أخليها بالخام متخباية، لازم تمشي يعني لازم تمشي. يا معلمي المستورة ما لحدا غير الله وأنت، بعدين حرام أنا حاطة بالنصية مع الفيران والجرادين. أوف طيب طيب خلص أنا ناطر راشد لحتى يوصل، بعدين بنقرر. بأمرك. صبحي. أمرني. شلون خطر لك تخبيها للبنت؟ إلهام من رب العالمين معي. إلهام. إيه. شو شغلك يا ملهم؟ بأمرك بالإذن. ملهم أنت راح يصير مسؤولات كبيرات على هرب هاي هرمي يا أبو راشد. يا أخي أنا مسؤول عن كل شيء بيصير، خلاص بقى افرط لنا على القصة. ليرتين ذهب لجناب حضرتنا. ليرتين ذهب التارة. ماشي شريف هاي ليرتين. الآن أنت بيقدر بروح على خان أبو راشد. السلام عليكم. عليكم السلام. بس اسمع لي أقول لك،
كل شيء بخص هاي الحرمة خلصنا. ما هو ما بيرجع بكلمة أبو رشيد. السلام عليكم. عليكم السلام. برمجك سلام. لهلا عم أدله أيام محكوميته. وقديش باقي له ليدفع يا بنتي؟ بعد بكرة، إلا إذا كنت مخرب ترك اليوم. لهيك أنا أجيت عشان مشان أعطيه مصاري ويهرب برا البلد. طيب يا بنتي ليش لحتى يهرب إذا كان مخلص محكوميته؟ لأنه أهله الضيعة بدهم يقتلوه. وليش بدهم يقتلوه؟ لما وعيت على غياب أبي وصرت أسأل عنه. قالت لي أمي إنه قتل واحد بالغلط. أها. طيب وشلون قتلوا بالغلط؟ ما بعرف شلون. ما قالت لي غير إنه الزلمة مات بين إيديه. إيه بس يعني أنا اللي بعرفه إنه اللي بيقتل واحد بيعلقوا مشنقته وما بيخلوه بالقلعة محبوس كل المدة. في رجال من الضيعة شهدوا قدام القاضي إنه كان أبي بده يقتله، بس هو مات بين إيديه. أهله ما صدقوا هالشي ولساتهم مفكرين إنه أبي هو اللي قتله. مشان هيك حالفين إنه ياخذوا بيطاره وبدهم يقتلوه من لما يطلع من الحبس. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله عمي أبو راشد، إن شاء الله ساعدني لا تخليهم يقتلوه. أنا مو صفي عندي غيره بهالدنيا. طولي بالك يا بنتي، إن شاء الله الله بيقدرنا على فعل الخير إليك ولغيرك. كثر خيرك. مراشد. حاضر. ديروا بالكم عليها وخلوها ترتاح جوا. يلا السلام عليكم. الله معك تقبرني. فوتي يا بنتي ارتاحي بالأوضة اللي تحت لك. أنا شو بقعدني عندكم؟ أنا غريبة عنكم. يا بنتي انتي رح تضلي عندي بين ما نخلص مشكلتي ومحلولة بإذن الله. بس ما فيني ضل عندكم وفي رجال بالبيت. لا يا بنتي، تعتبري البيت بيت أهلك وأهله وسكانه هم الخلاف. قومي أختي قومي ولا تستحي من النار، رح تقعدي عندي بالأوضة تبعك. هاتي قومي. ما بدنا صرا يزعلوا منا. يا فهمان انت امتى بده يتعلم يجمع مال وذهب كثيرات بسرعه يعني يصير زنجين غني؟ سيدي شلون؟ شلون يعني بده يجمع مال وذهب كثير شلون؟ تعلم من حضرتنا، تعلم شلون تعمل من مشكله صغير صغير مشكلات كبيرات. وشلون سيدي بدي اعمل من مشكله صغيره مشكلات كبيرات؟ انت لازم يفكر ويشوف طرقات وحارات تكبير مشكلات. انت بيقول هلا انه هرمي هربت، شو دخل اذا كان ابوها هي هربت من قلعه؟ هيك ولا مو هيك؟ هيك سيدي هيك، ما دخلها. يا صندوق بويا براسه، انت بده يشغل عقله منيح؟ سيدي قل لي شلون بدي شغل عقلي منيح؟ يا فهمان، هاي هرمي اذا زلت هربانه ونحن ما كانت عم بمسك هاي هرمي، ابوها ما رح يسلم حاله. هيك بصير في معنا مصاري وسبب كثير. اي والله ما فهمت عليك سيدي، ما فهمت عليك. اسمع منيح، نحن راح يشرح لعقل عمر انت شلون بده يجمع مال وذهب كثيرات بسرعه. تفضل سيدي تفضل عم اسمعك. نحن وقت اللي كانت عند ابو راشد بالخان نحن ما زقلت من شان هرمي هربت. سيدي قلت له انه بدك تحبسها عندك. وهو شو قال يا فهمان؟ سيدي قال انه ما بصير حرمة الحبس، شنو ما دخلها بأبوها اذا كان هربان من السجن. تمام تمام. وشو بده يساوي يا ابو راشد من شان هرمي؟ شو بده يساوي سيدي؟ ابو راشد هو هرب هرمي ومن شان هيك لازم ابو راشد يدفع مصاري كثيرات لحضرة جناب حضرتنا يا بهيم الكركون. ايوه هلا فهمت عليك سيدي، هلا فهمت عليك. وشو فهم عقل صندوق بويا انت؟ سيدي فهمت انه ابو راشد ما راح يخلي الحرمه تفوت على الحبس وراح يدفع مصاري مشان يهربها برات الحاره. تمام تمام يا عقل صندوق بويا انت. هرمي هلق صارت برات هارة تبعهم، انت عقل صار يشغل مثل عقل جناب حضرتنا، مشان هيك هلق بتروح لعند ابو راشد على الخان. مشان شو سيدي بدي روح لعند ابو راشد على الخان؟ مشان حصر الجناب نحن يضغط على ابو راشد يا صندوق بويا براسه. امرك سيدي امرك. تحركك بسرعه تحركك. ياسين. نعم سيدي. وانت رايح لعند ابو راشد بيقول لابو شاكر الاهم يعملنا ثلاث أرطال لحمة على حسابه مشوية كبايس مشان نحن واحد رطل وأنت بياخد واحد رطل وبقية عناصر كراكون آخر واحد. أمرك سيدي أمرك. احترامي.